نبتدي مع بعض؟ نبتدي مع بعض. باسم الرب يسوع نبتدي نصلي. هاليلويا يا رب. في بداية المؤتمر نعلن أنك أنت يا سيد تتعظم، أنت يا رب تتمجد في وسطنا، تعمل العمل اللي على قلبك. يا رب بنصلي أنه كل شخص موجود في هذا المكان، كل شخص بيتابعنا يختبر يا رب لمسات من عندك غير عادية. هاليلويا يا رب، بنصلي انك تفتقد كل شخص في مكانه في الوضع اللي هو فيه. اشكرك يا رب. يا رب بنصلي انه تعطينا مؤتمر مميز بطريقه غير عاديه، بقوه من عندك. مؤتمر يا رب في مجد، مؤتمر في شفاء، مؤتمر في حريه، مؤتمر في تعويض. هاليلويا يا رب، تعال انت تجول يا رب، تصنع خير، تجول يا رب بين الصفوف، تجول يا رب بين ابنائك وبناتك يا رب، تصنع خير، تبارك، تضع يدك على كل شخص فينا وتباركنا. هاليلويا يا رب. من ننسى يا رب كل اللي حوالينا، ننسى يا رب كل الستريس، ونرتاح في محضرك، ونعطيك يا رب التسبيح اللي أنت مستحقه، ونعطيك يا رب الإكرام اللي أنت مستحقه. تعال يا سيد، تعال يا رب، املأ هذا المكان يا رب بمجد غير عادي. أباركك يا سيد ونعطيك المجد. هاليلويا هاليلويا. طيب نبتدي مع بعض. ياريت لا نوقف مع بعض نبتدي. إله عظيم، إلهنا أمين، حافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعبه برية ويطلب أسرى ومسبيين. إله عظيم، إلهنا أمين، وحافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعبه برية ويطلب أسرى ومسبيين. إله دانيال ورب داود، بنؤمن إنه ما زال موجود.
لك وعده من سيف الليا ويجوب يسود. يا إلهنا الصالح شكرا لي مهما بنشكر مش عدوان فيه برحمة في الورقين ويأمن تتبكى وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مدين. قلب السجن وسطيتي بتيجي بقوة يا أوفى صديق ونوقف البحر وصل شعبك تشق وتعمل منه طريق. قلب السجن وسطيتي بتيجي بقوة يا أوفى صديق ونوقف البحر وصل شعبك تشق ما في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا جبار ونبقى هضف مرة ولادك نشوفك وسط أدون النار. يا إلهنا الصالح شكرا لي ما بنشكرش أدوان فيك في مرحبك جيل ورا جيل ملكش مثيل. إله أبانا وأجدادنا عهودك لينا ولولادنا يا فادي من الحفرة حياتنا ووعدنا لسه ما هتاخدنا. إله أبانا وأجدادنا عهودك لينا ولولادنا يا فادي من حياتنا وعدنا لسه ما هتاخدنا. بنعلن انه ايماننا بيه وان يوما انكرنا وصاحيتي بنظرة حب تذوبنا ونرجع تاني بتوبة اليك. يا إلهنا الصالح شكرا لي مهما بنشكر مش هنوفي دي مراحلك دي الورجيل وأمانتك ثابتة أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش بديل. إلهنا عظيم إلهنا أمين وحافظ عهد سنين وسنين بيبقى عن شعبه خيرية ويطلب أسرى ومسبيين. إلهنا عظيم إلهنا أمين وحافظ عهد سنين وسنين بيبقى عن شعبه خيرية ويطلب أسرى ومسبيين. إله دانيال ورب داود بنؤمن إنه ما زال موجود بنجي عبيده حسب وعده من سيف جوليات ويجوب يسود. يا إلهنا الصالح شكرا لي ما بنشكر مش هنوفي دي مراحمك دي الورجيل تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل يا رب مالكش مثيل. يا مؤت الأغاني في ليلي وأحزاني يا مؤت الأغاني في ليلي وأحزاني يا ضامن سلامي يا يسوع راعي يا ضامن سلامي
يلي ناقشني على كافي وانت سلامي وانا في ألامي انت سلامي وانا في ألامي وانا في الضيق شايفاني عليك يا موت الأغاني في ليلي وأحزاني يا موت الأغاني في ليلي وأحزاني يا ضامن سلامي يا يسوع هللويا. تعالوا مع بعض نبتدي نعلن اعلانات ايمان عن الرب ونعظم الرب في وسطنا. تعالوا نبتدي بترنيمه افرحنا بيك طول الطريق. أفرحنا بيك طول الطريق طول ما انت لينا يا أغلى رفيق ومهما طال بينا المشوار هنغني لشخصك ونعليك أفرحنا بيك طول الطريق طول ما انت لينا يا أغلى رفيق ومهما طال
المشوار هنغني لشخصك ونعلي تسبيحك يا لو يا للفوق الحان الحمد هتملى الكون ترنيم الشكر معك هيدوم ملكك لحياتنا أكيد مضمون تسبيحك يا لو يا للفوق الحان الحمد هتملى الكون ترنيم الشكر معك هيدوم ملكك لحياتنا أكيد مضمون وتحنا دي يعلى التمجيد نرفع ونقدم ليك أناشيد ده حياتنا معاك أمجاد بتدوم ضمنين هنحقق بيك مواعيد وهتفنا ليك يعلى التمجيد نرفع ونقدم ليك أناشيد ده حياتنا معاك أمجاد بتدوم ضمنين هنحقق بيك مواعيد تسبيحك يا لو يا للفوق الحان الحمد هتملى الكون ارفع تسبيح معاك هيدوم ملكك لحياتنا اكيد مضمون تسبيحك يا لو يا للفوق الحان الحمد هتملى الكون ترنيم الشكر معاك هيدوم أفرحنا بيك طول الطريق نفرح بينا المشوار هنغني لشخصك ونعلي أفرحنا بيك طول الطريق طول ما انت لينا يا أغلى رفيق ومهما هنغني لشخصك ونعلي تسبيحك يا لو يا للفوق الحان الحمد سبح الرب ملكك لحياتنا أكيد مضمون تسبيحك يا لو يا للفوق ملكك لحياتنا وهتفنا نهتف وهتفنا ليك يعلى التمجيد نرفع ونقدم ليك أناشيد دي حياتنا معاك أمجد بتدوم ضامنين هنحقق بيك مواعيد وهتفنا ليك يعلى التمجيد نرفع ونقدم ليك أناشيد دي حياتنا معاك أمجد بتدوم ضامنين هنحقق بيك مواعيد تسبيحك يا للفوق هتملى الكون ترنيم الشكر معاك هيدوم ملكك لحياتنا أكيد مضمون تسبيحك يا لو يا للفوق هيدوم بالايادي صففوا بالايادي صففوا اهتفوا لله بصوت الابتهال بالايادي صففوا اهتفوا لله بصوت بصوت الابتهال لأن الرب إله عظيم ملك كبير على كل الأرض تقطع الشعوب له صفقوا لله صفقوا بالآيات صفقوا بالآيات
الرب إله عظيم ملك كبير على كل الأرض تخضع الشعوب له صفقوا لله صفقوا بالآيات لأن الرب إله عظيم ملك كبير على كل الأرض صفقوا لله بصوت الإبهام بالأياد صفقوا هتفوا لله بصوت الإبهام بالأياد صفقوا هتفوا لله بصوت الإبهام بالأياد صفقوا هتفوا لله بصوت لأن الرب إله عظيم ملك كبير على كل الأرض تخضع الشعوب له هاليلويا. رح نكمل أنا بس اضطريت واقف لأنه في إعلان بسيط طلبوا مني أقوله. بيقولوا أنه الأعلام أنا عارف أنه في كثير أشخاص بيحبوا يرفعوا أعلام فخلينا نعملها بطريقة تبقى مناسبة للكل. الأعلام ممكن لو سمحتوا تبقى باك هو to the right of the stage يعني فين هنا يعني المناطق اللي ورا لو سمحتوا أحسن شيء هون. فبس مش معناته إنه ما نرفعش أعلام لأنه صراحة رفع الأعلام هذا مهم وكل شخص على قلبه يرفع علم ياريت يرفع علم لأنه جزء من التسبيح جزء من ال من ال التسبيح والإكرام والعبادة مش هي مش عبادة بس هي تسبيح للرب ونرفع إلهنا بطريقة تعبير فيها بنعبر فيها بأجسادنا بنعبر فيها بالأعلام بنعبر فيها بالأبواق في طرق كتير بنعبر فيها عن التسبيح. فشخصيا بشجع الأعلام ولكن نحترم التي في مينستري ويكون ورا الكاميرات لو سمحت. نرجع للتسبيح باسم الرب يسوع. بالترنيمة اللي كنا عم نرنمها كنا بنقول لأن الرب إله عظيم ملك كبير على كل الأرض. برأيكم الإله العظيم اللي هو الملك الكبير على كل الأرض يستاهل تسبيح ولا؟ طيب فبكل قوتنا ولو كان عددنا بعده ما اكتمل ولكن بكل قوتنا نطلع صوت تسبيح للرب علشان إلهنا مستحق. هاليلويا. تعلن له بالهتافات والتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين. انت الملك الوحيد اعلن ملكك لينا يزيد في هذا المؤتمر يا رب في كل يوم وعلى حساب دم الصليب على ابليس النصر اكيد. على إبليس
رايات النصرة بك قلبي بالهتافات والتسبيحات تخلد حروفنا منتصرين بالأغنيات رفع الرايات رايات النصرة بك قلبي نرفع نرفع اسمك يا ابن الله باب سلطانك لينا حياة تحمل اسمك كل جبال تسبيحك من كل شفاه نرفع اسمك يا ابن الله باب سلطانك لينا حياة تحمل اسمك كل جبال تسبيحك من كل شفاه الهتافات والتسبيحات دخل حروفنا منتصرين بأغنيات رفع الرايات رايات النصرة بك قلبي بالهتافات والتسبيحات رايات النصرة بك قلبي ليك لو ليك القوة والسلطان ناكل الألحان وبروحك نرفع أنغام اسمك يعلى في كل مكان ليك القوة والسلطان ليك انت كل الألحان ارفع ارفع اسمك يا ابن الله لينا حياة تحمل اسمك كل جبال تسبيحك من كل شفاه بالهتافات والتسبيحات دخل حروفنا منتصرين وبأغنيات رفع الرايات نرفع الاسم التسبيح كل ركبة وكل لسان
رح تسجد لاسم المسيح، بنعظم دم الذبيح وبنرفع لاسم التسبيح، كل ركبة وكل لسان رح تسجد لاسم المسيح، بالدم المسفوح رح نرفع الرايات، والمالك الملوك بنعلي التسبيحات، بالدم المسفوح رح نرفع الرايات، والمالك الملوك بنعلي بنعظم بنعظم دم الذبيح، بنرفع لاسم التسبيح، كل ركبة وكل لسان رح تسجد لاسم المسيح، بنعظم دم الذبيح وبنرفع لاسم التسبيح، كل ركبة وكل لسان رح تسجد بنعظم بنعظم دم الذبيح وبنرفع لاسم التسبيح، كل ركبة وكل لسان رح تسجد لاسم المسيح، بنعظم دم الذبيح وبنرفع لاسم التسبيح، كل ركبة وكل لسان رح تسجد لاسم المسيح، بالدم المسفوح رح نرفع الرايات، والمالك الملوك بنعلي التسبيحات، بالدم المسفوح رح نرفع الرايات، والمالك الملوك بنعلي للمرضى المرضى والمأسورين، اشرب فرح وحب تمين عن حرية في دم يسوع وشفاء للمتعبين، المرضى والمأسورين اشرب فرح وحب تمين عن حرية في دم يسوع وشفاء للمتعبين، بالدم المسفوح رح نرفع الرايات، والمالك الملوك بنعلي التسبيحات، بالدم المسفوح رح نرفع الرايات، والمالك الملوك بنعلي من إبليس، من إبليس نخطف نفوس وبسلطان عليه بندوس، وبقوة دم ابن الله رح نسجد لاسم القدوس، من إبليس نخطف نفوس وبسلطان عليه بندوس، وبقوة دم ابن الله رح نهتف لاسم القدوس، بالدم المسفوح والمالك الملوك بنعلي التسبيحات، بالدم المسفوح رح نرفع الرايات، والمالك الملوك بنعلي التسبيح، بنعظم بنعظم دم الذبيح وبنرفع لاسم التسبيح، كل ركبة وكل لسان رح تسجد لاسم المسيح، بنعظم دم الذبيح وبنرفع لاسم التسبيح، كل ركبة وكل لسان رح تسجد لاسم المسيح، بالدم المسفوح رح نرفع الرايات، والمالك الملوك بنعلي التسبيحات، بالدم المسفوح رح نرفع الرايات، والمالك الملوك بنعلي التسبيحات. رح نكمل مع بعض نعظم الدم، بس حابب نتشجع انه شوية هيك ننطلق، مش عارف ليش زعلانين مني، انا عملت شي غلط شكلي. طيب فياريت لو تشجع هيك، ولو انه اكيد كان نهار ستريسفل صعب، ولا نوصل ولا نلحق ناخد الاوض وكله، بس ننسى ونركز على الرب، لانه الرب اوقات ثمينه، الوقت اللي بنقضيها بمحضر الرب وقت غالي كتير، حرام يضيع علينا. فتعالوا مع بعض نتشجع هيك ونعطي تسبيح من كل القلب وعباده من كل القلب الرب، ونفرح بحضوره في وسطنا. مين فرحان ان الرب موجود في وسطنا؟ طيب على الاقل في كم انسان. طيب كويس، شكرا شكرا. طيب نكمل الترنيمة عن دم يسوع. دم يسوع غالي وثمين. هاليلويا. نحضر قلوبنا ونحضر أرواحنا للمؤتمر كله، لأنه داخلين على مؤتمر في مجد غير عادي. نعلم بالبداية أن الرب هو بدمه يغطي المكان، يغطي كل شخص فينا، يغطي المؤتمر كله. دم يسوع غالي وثمين،
دم بيشفع في الملايين، دم بيشفي جروح وأنين، دم بتشهد عنه سنين. دم يسوع غالي وثمين، دم بيشفع في الملايين، دم بيشفي جروح وأنين، دم بتشهد عنه سنين. دم بيعلن انتصارات وبيصحى راس الحياة، دم بيعلن انتصارات وبيصحى راس الحياة، دم بتعلى له الهتافات بأغاني وسنوج وآلات. دم يسوع غالي وثمين، دم بيشفع في الملايين، دم بيشفي جروح وأنين، دم بتشهد عنه سنين. دم دمك بيرفع عالم، اسمك يعلى على كل مكان، نعلن انك رب سلام، نعلن ملك فدي الانسان. دم يسوع غالي وثمين، دم بيشفع في الملايين، دم بيشفي جروح وأنين، دم بتشهد عنه. دم يسوع، دم يسوع غالي وثمين، دم بيشفع في الملايين، دم بيشفي جروح وأنين، دم بتشهد عنه سنين. نرفع اسمك ونعليه، كل حياتنا صارت ليه. نرفع اسمك وعدك لينا وعد أكيد، ساكن فينا يا أغلى مليك. دم يسوع غالي وثمين، دم بيشفع في الملايين، دم بيشفي جروح وأنين، دم بتشهد عنه. نرفع اسمك، نرفع اسمك لينا بعد أكيد، ساكن فينا يا أغلى مليك. دم يسوع غالي وثمين، ملايين، دم بيشفي جروح وأنين، دم بتشفي. تسبيح يعلى لك ويزيد، ونفوس تتحدى الأتعاب. هاليلويا، نفرح بإلهنا العظيم. ويزيد، ونفوس تتحدى الأتعاب، في من تتحقق مواعيد وملك نظرك بالأرباب. تسبح يعلى لك ويزيد، ونفوس تتحدى الأتعاب، في من تتحقق مواعيد وملك نظرك بالأرباب. وسط الأزمات وعدك مضمون، من بين ألمات ترفع وتصون. وسط الأزمات وعدك مضمون، من بين ألمات ترفع وتصور. تسبح يعلى لك ويزيد، والنفوس تتحدى الأتعاب، بمن تتحقق مواعيد وملك نظرك بالأرباب. تسبح يعلى لك ويزيد، والنفوس تتحدى الأتعاب، بمن تتحقق مواعيد
بملك نظرك بالأرباب، تحرير غفران شفاء بإيمان، وياك يا رجاء كل الأزمان، تحرير غفران شفاء بإيمان، وياك يا رجاء كل الأزمان. تستحي علينا ويزيد وتفوز تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق مواعيد وملك نظرك بالأرباب. تسبح يعلالك ويزيد ونفس تتحدى الأتعاب، بمن تتحقق وعيد وملك نظرك بالأرباب. وأراضي كتير اليوم حتعود، بالوعد أكيد حنفك قيود. وأراضي كتير اليوم حتعود، بالوعد أكيد حنفك قيود. تسبح يعلالك ويزيد ونفس تتحدى الأتعاب، بمن تتحقق مواعيد ونفس تتحدى الأتعاب، بمن تتحقق مواعيد وملك تحرير غفران، تحرير غفران شفاء بإيمان، وياك يا رجاء كل الأزمان. تحرير غفران شفاء بإيمان، وياك يا رجاء تحرير غفران، تحرير غفران شفاء بإيمان، وياك يا رجاء كل الأزمان. تحرير غفران شفاء بإيمان، وياك يا رجاء كل الأزمان. تعلمت ويزيد ونفس تتحدى الأتعاب، بمن تتحقق مواعيد وملك نظرك بالأرباب. تسبح يعلالك ويزيد ونفس تتحدى الأتعاب، يسوع قام، يسوع قام حول الظلام إلى صبح والموت لحياة، لنا الحياة به والقيامة، لا يقدر إبليس أن يضعفنا. إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا، إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت بين الشعوب لسنا نحسب، من اجتمع علينا يسقط، نار السهام وهي ترجع، والشر منا لا يقترب. إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا، كل هادمنا، كل هادمنا ومخربنا يخرجون الآن من أرضنا. لا عبودية لا شعور راضية، قربت يكمل أيامنا. إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا. هللويا. كل هادمون ومخربون أقدامنا، كل هادمون ومخربون يخرجون الآن من أرضنا. لا عبودية لا شور راضية، فالرب يكمل أيامنا. إبليس تحت لملك يسوع في وسطنا، رب الأرباب رفع في المجد، سلطانه على الكل أعلى. يسوع فوق أعدائنا للأبد، فوق أعدائنا، يسوع فوق أعدائنا للأبد، فوق أعدائنا. هيا نعلي، هيا نعلي، نهتف نغني، لملك يسوع في وسطنا، رب الأرباب.
قد جاء الأقوى، قد جاء الأقوى ينادي بالعتق، قد جاء الأقوى يخرج من السجن، قد جاء الأقوى ينير الظلام، يسوع المسيح يحيي العظام. قد جاء الأقوى ينادي بالعتق، قد جاء الأقوى يخرج من السجن، قد جاء الأقوى ينير الظلام، يسوع المسيح يحيي العظام. هل تسلب من الجبار، من الجبار غنيمة؟ هل يفلت سبي المنصور وقوته عظيمة؟ تحيا هذه العظام والجالسون في أرض الظلام، هل يشرق عليهم نور، هل يشرق عليهم النور؟ هل تحيا هذه العظام والجالسون في أرض الظلام، هل يشرق عليهم نور، هل يشرق عليه من نور؟ نعم 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 نعم. قد جاء الأقوى ينادي بالعتق، قد جاء الأقوى ينير الظلام، يسوع المسيح يحيي العظام. قد جاء الأقوى يخرج من السجن، قد جاء الأقوى ينير الظلام، يسوع المسيح يحيي العظام. قد جاء الأقوى، قد جاء الأقوى ينادي بالعتق، قد جاء الأقوى يخرج من السجن، مجدي ورفع رأسي. أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورفع رأسي. أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورفع رأسي. أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورفع صوتي. سيسحق الشيطان سريعا، سيسحقه تحت أرجلنا. أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورفع رأسي. أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورفع رأسي. بصوتي إلى ربي أصرخ
أصرح فيجيبني من جبل قدسه الرب يجيبني صوتي بصوتي إلى الرب أصرح أصرح فيجيبني من جبل قدسه أما أنت يا رب أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي هللويا نختم بترنيمة إله أمانة لا جور فيك نفرح بك يا إلهنا نفتخر بك أنت عزنا هللويا تضيء سراجي تنير ظلمتي فلا تتقلقل قدمي تمنطقني بالقوة فيصير طريقي نفرح بك يا إلهنا
نفتخر بك أنت عزنا نفرح بك يا إلهنا نفتخر بك أنت عزنا نفرح بك يا إلهنا نفتخر بك أنت عزنا نفرح بك يا إلهنا نفتخر بك أنت عزنا نعم يا رب نفتخر بأنك أنت إلهنا نعظمك في وسطنا نعلن يا رب أنك أنت إله عظيم جدا صانع عجائب يا رب بنصلي أنه مؤتمرنا تاخده من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة نختبر يا رب أمور غير عادية في هذا المؤتمر نعم يا رب نعلن إيماننا أنك يا رب تصنع آيات وعجائب نعلن يا رب إيماننا أنك أنت تتقابل معنا في هذا المؤتمر نعطيك يا إلهنا كل المجد آمين عايزين مكان للأعلام يا بتوع التصوير يعني ناس جايبة أعلام يعني أعلام وأبواق وأبواق وكده مدام هتعملوا كده بالروح خلاص بالإيمان ها يعني في مساحة كبيرة للأعلام Hello, can you hear me? I want to welcome everybody. It's been a really long time. I'm so happy. We're so excited that we have a conference after so long, and we're just expecting the Lord to do amazing things. I'm going to do the announcements in English so I can be quick, or else it's going to take me forever to do it in the Arabic. Okay, so we also want to welcome anybody that is watching us online. We welcome everyone. Also, we would just want to make sure that everybody has turned off their cell phone or at least put it on silent so it doesn't affect the video and the sound. For Sunday school, we have a few announcements. Regular classes, they start 10 minutes before the meeting. So the elementary grades, they start 10 minutes before the meeting. The younger kids, the age 2 and 3, they start after the worship. Just in case anyone is not aware, the kids are on the 5th level. There's a staircase at the end of the hallway, or you can take the elevators that are just across from here. Also, it is the parents' responsibility to take their kids up to the Sunday school rooms. Every child has to be registered, and each parent will be given a number for their child. Because we're on different levels, we just have to make sure that we're attentive to the screens, because if there's any, if the parents are needed, the number of your child will appear on the screen. So just we just want to make sure that the parents are aware of this. Also, registration.
The kids' registration is upstairs. Also, tomorrow, there will be Exodus, which is grade 6 and 7. Am I correct? 6 and 7. So the registration will be tomorrow morning with Hala. And then for the youth, we have meetings tomorrow in the morning and in the evening, but it will be after the worship. So we encourage all the youth to be present with us and to worship in the morning and in the evening. And they do need to register, though. So you see on the screen is a QR code. So if some parents have the ability to scan the QR code on the screen, please do so that you can register your kids for the youth meetings. Do you have a paper with it? There's no. Oh, okay. That's okay. If anybody needs the QR code, I have it with me as well, if anybody doesn't have a chance to do it. We'll announce this again at night. For the parking, for those that are staying here at the hotel, the parking is complimentary if you're staying for two nights. For day visitors and people staying in different hotels, you can park at the hotel, but you will be charged the regular rate, and there's no in and out privileges. So that means if you go out of the parking and you come back in, you will pay for the parking all over again. So just make sure you're aware of the parking rules. What's the next slide? Okay, how to donate to the Rivers of Life. You can do by debit or credit card. I believe Yusuf has the machine. We can do an e-transfer to the church email, which is riversoflifetreasure@gmail.com. Or you can write a check to Rivers of Life, and you can give it to the ushers, and they will have a box ready to accept the donations. There is also translation. We are using a new system. It's called, is it Fetch Audio? Audio Fetch. So what that means is you can use your own device to listen to the translation with your own headphones. For more information, please see Rosa. She's at the back. She's waving her hand if anybody needs translation. I think that's about it. Oh, coffee. We ask that nobody bring anything, any drinks except for water into the ballroom. Thank you very much. طب نقف كده بحماس كده عايزين كده النهارده تسمع الوعظة وانتوا واقفين وأول ما تتعود تقولوا لي روح ناهي الوعظة. طيب نعظم كلنا الرب يسوع ملك الملوك ورب الأرباب بكل قوة. لا يعني كأنك بتهتف للرب، مش طوبى للشعب العارفين الهتاف، يعني لا نسبحه بقوة أكتر من كده وحماس. يقول لك سمع الفرح من بعد. يعني مرة كمان نعظم الرب يسوع. نعظم الرب الحاضر في الوسط. هاليلويا. ونعظم دم الرب يسوع الثمين. ونعظم اسم الرب يسوع. هاليلويا. ونقول مع بعض هاليلويا كأننا بنهتف كده للرب. يلا كده هاليلويا هاليلويا هاليلويا. ازعجوا مملكة إبليس بهاليلويا. مش عايز تزعج مملكة إبليس، قول هاليلويا بقوة. مش عايز تطرد بعيدا الأرواح الشريرة، قول هاليلويا بقوة. مش عايز أرواح الحزن والغي والمرض تهرب ولا تعود، نقول للرب هاليلويا. اهتف هاليلويا هاليلويا.
من مثلنا شعب منصور بالرب. انتوا اكيد سبحتوا بس انا عشان جاي متاخر فلازم اقول هللويا، فقولوا مره كمان هللويا. هللويا. بنطرد اي عمل لابليس او اي تواجد للارواح الشريره يمنع البركه ان تصل الى اي شخص. نعلن ان ده اجتماع باسم الرب يسوع ولمجد الرب يسوع، واجتماع فيه عمل غير عادي للروح القدس. اقفل عينك كده واشكر الرب معايا من اجل اجتماعات هذا المؤتمر، فيها اعلان للحق، فيها خلاص للخاطي، فيها شفاء لمريض، فيها تحرير لشخص مقيد، فيها امتلاء للخدام بالروح القدس. اجتماعات تسمع فيها كلمة خاصة، دعوة لحياتك للأيام القادمة، تاخد قرارات في الاجتماعات بالروح القدس تتعلق بالمرحلة اللي احنا فيها. بنعلن إيماننا أن إبليس عاجز أن يمنع البركة، وعاجز تماما أن يؤذي مشاعرنا أو أفكارنا باسم الرب يسوع. ليس للعدو وليس للأرواح الشريرة مكان هنا. ارفع ايدك كده معايا، اعلن حماية دم الرب يسوع لهذه الاجتماعات، تكون اجتماعات فعلا من السماء، من الرب فعلا، ولمجد الرب ولعمل الرب. واشكر الرب وانت رافع ايدك كده انه كل اجتماع هيبقى متميز، وكل اجتماع هيبقى فيه عمل خاص للرب غير عادي. سنرى يسوع وحده وهو يعمل. يا رب اشكرك واباركك واعظمك. اجتماعات تحت مظله الدم الثمين، وبنعلن ايماننا ده وقت نختفي فيه نحن جميعا، ويظهر الرب يملأ المشهد بكل قوته، كل عظمته، كل نعمته، كل حبه. ينبغي أن تزيد أنت أيها السيد الرب، وكل شخص فينا ينقص. اجتماعات تحقق مشيئتك ولامتداد ملكوتك باسم الرب يسوع. تقفل يا رب كل بيبان جاي منها تشويش، كل بيبان جاي منها سلب، وكل بيبان جاي منها خداع تغلق. إنه وقت لعملك فينا، لنرى أيام السماء على الأرض. يهوى نسي هو إلهي، يهوى رايتي، باسم الرب يسوع نعلن إيماننا أننا في الارتفاع. بنعلن إيماننا نحن مع الرب نسير من قوة إلى قوة. بنعلن إيماننا أن احنا مع الرب بنتنقى، والرب بيعالج عيوبنا، وفي محضر الرب الكل قائل مجد، مجد للرب يسوع، ويتعظم المسيح في حياتنا بقوة غير عادية. لا أنا، بنشطب على الأنا وإحنا في محضر الرب ونقول كده كل واحد، لا أنا بل المسيح. ما أحياه الآن إنما أحياه في إيمان ابن الله، أؤمن بابن الله. حياتي حياة الإيمان، أن الرب يسير أمامي، وأن الرب يهتم بأموري، وأن الرب يستخدمني لكي يزيد الثمر دائما، من 30 يبقى 60، من 60 يبقى 100. بنعلن إيماننا لا أنا بل المسيح.
ما أحياه الآن إنما أحياه بالإيمان بابن الله، أنه قادر أن يخلص إلى التمام كل الذين يتقدمون به إلى الله الآن. بنعلن إيماننا أننا نحيا للمسيح، اجتماعات للمسيح، ما أحياه الآن إنما أحياه في إيمان ابن الله الذي أحبني برغم كل عيوبي، الذي أحبني وأسلم نفسه للموت، المشين لأجلي. أشكرك ونباركك ونعظمك. مقيدين كل أرواح شريرة تحاول أن تعطل عمل الروح القدس فينا، ومعلنين إيماننا كلمة ممسوحة بالروح القدس، نرفع أيدينا سنستقبل كلمة من الرب مش من إنسان، باسم الرب يسوع، كلمة من الرب، كلمة نبوية باسم الرب يسوع، تمتلئ بالكثير جدا 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 كلام نبوة، كثير جدا 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 كلام علم، كثير جدا 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 جدد وعتقاء، وكثير جدا كلام حكمة لمجد الرب. أشكرك وأباركك وأعظمك لكل المجد، آمين. وأقول جواك كده، لن أعود من هذا الاجتماع كما أتيت. أكد لنفسك إنك مش شخص متدين تعودت أن تأتي إلى مؤتمرات واجتماعات، لا، أنت جاي واثق إن الرب هيكلمك، واثق إن الرب هيلمسك، وعندك ثقة أنك لن تعود كما أتيت. إحنا كأفراد، إحنا ككنيسة، مع نعلن إيماننا أننا لن نعود كما أتينا، بصين للرب، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. بص للرب كده وامتلئ بالإيمان أنك تاخد حاجة ثمينة في هذا المؤتمر، وارفع إيدك كده معايا، اعلن إيمانك وثقتك أن ده مؤتمر تعويضي عن مؤتمرات ما قدرناش نعملها بسبب الكوفيد، فأعلن إيمانك أن ده مؤتمر تعويضي باسم الرب يسوع. وأبدأ معكم بآية من سفر المزامير، ومزمور معروف قوي، هو المزمور الثالث، مزمور لداود حينما هرب من وكاء أبشالوم ابنه. عنوان المزمور يعني الكثير جدا. داود في الوقت ده هربان وهو الملك، وبنعرف من تفاصيل الهروب دي انه خرج هاربا حافيا القدمين، هربان، ومين اللي عايز يأذيه، مين اللي عايز يشيله من الحكم، مين اللي عايز يقتله؟ ابنه. مزمور لداود حينما هرب من وكاء أبشالوم ابنه. أكيد عليه ضغط نفسي، أكيد مشاعره بتترج، لأني اللي بيجبره أنه يهرب ويهرب بسرعة وإلا هيتقتل، ده مش عصيان من ابنه، ده أكتر من كده بكثير، مش مجرد عصيان، ده تمرد وعنف، طمع في الملك. داود في ظروف صعبة جدا، وبالمنطق البشري
احذر المنطق البشري في اتخاذ قراراتك المهمة. المنطق البشري هيضللك. في قراراتك المهمة اركع أمام الرب واعلن ثقتك أن الرب هيسمعك صوته بكل وضوح، وتمسك بالآية: خرافي تسمع صوتي. ما تبنيش قرار كبير على ما يقوله المنطق، ما يقوله العقل، سواء عقلك أو عقل الناس. تعال باللي بيقولوه الناس، وتعال باللي بيقوله المنطق، وقعد مع الرب وطالب الرب أن يسمعك صوته بحسب وعده. قل له: أنت قلت أن خرافك، وأنا واحد من خرافك، أنت قلت خرافي تسمع صوتي. تخدش قرار أبدا، دايما بتسمعونا أقول كده، وخصوصا قرار كبير، رد فعل الحدث. لا، أبناء الله ينقادون بروح الله. أبناء الله يعني 12 واحد راحوا، وبالطبع لا أعرف لماذا دخلت في الحتة دي، لأن احنا نؤمن أن العظات مقادة بالروح، مش ده كلام جاي أقوله مثلا، إنما لازم تعرف أن 12 واحد راحوا يتجسسوا الأرض كنعان، 10 رجعوا بالمنطق بالفكر البشري، مما أن إذن نعمل رد فعل للي شفناه، وكانوا خارج مشيئة الله. واثنين أصروا على يسمع من الرب ماذا يقول الرب، إيه اللي قاله، رب عايزني أعمل إيه. لا تأخذ رد فعل لا بقرار كبير، تعال متواضعا أمام الرب، اركع، سلم الأمور للرب، وقل له: يا رب أن أفعل مشيئتك، أنا فرحان، أنا عايز أبقى في مشيئتك، ولا تسمح أن أخرج خارج مشيئتك، وأعمل رد فعل يطلعني برا مشيئتك، أنني أريد أن تكون دائما أنت قائدي بالروح. وطالب الرب بتحقيق الوعد: أبناء الله ينقادون بردود الأفعال، لا، ينقادون بالخوف، لا، ينقادون بإيه؟ أبناء الله ينقادون بروح الله. هنا داود في هذا المزمور بيهرب من وك أبشالوم. كل الناس مع أبشالوم لأنه صغير في السن، ولأنه قدر يخدع الناس ويتملقهم، فالناس حبت الشكل ده، ومنظره جميل جدا كما تعلمون عن أبشالوم، وفي قوة، هو ده الملك اللي يخوف أعدائنا، هو ده الملك اللي يحمينا. لا، داود كبر في السن، داود ما ينفعش، لا وسيلة غير ان احنا نعمل ننضم الى أبشالوم ونعمل انقلاب عليه، على داود. وبالفعل ده العنوان بتاع مزمور 3، مزمور لداود حينما هرب من وجه أبشالوم ابنه. لو أنت في أي ظرف في ضغوط نفسية عليك، أي ظرف في ضغوط مالية عليك، تعلم أنك أنت تقعد مع الرب وتقول: يا رب لا أريد أن أفعل مشيئتي، مش عايز أعمل رد فعل لأي حدث، مش عايز أحمي نفسي بنفسي، مش عايز أنا أحمي مشاعري بطريقتي، بضع أموري أمامك، بضع فكر المنطق أمامك، بضع اللي بيقولوه الناس أمامك، ومصر
تقول للرب كده أن أسير في مشيئتك أيا كان. والرب يقول لك أنت عايز تسير في مشيئتي وجهي يسير فأريحك. حينما تكون في مشيئة الرب ستختبر سلام راحة في داخلك وتأييد إلهي واضح لك وواضح أيضا للجميع. لما عبيد أدوم مخافش من اللي حصل لما وداود بيواخد التابوت بطريقة غلط عشان إلى أورشليم لم يخف، قال أنا هخضع للكلمة بتقول إيه في اهتمامي بتابوت العهد، ما المس كذا ما شوفش كذا ما. إيه اللي حدث؟ ما خافش، ما مشيش بورا المنطق، المنطق يقول له بعد عن القطعة دي لأن تابوت العهد ده الناس بتعود بيت شمس بالألاف ماتوا لما بس بصوا على التابوت كده وفتحوا الغطاء وقعدوا يبصوا جواه، والراجل اللي كان بيسند التابوت وهو هيقع مات. طب المنطق يقول أنا أرحب بالتابوت ده، داود نفسه خاف ومرضيش ياخد التابوت، قال لا مش هكمل المسيرة. لا ما عملش كده، شاف الرب، خضع لكلمة الرب، دخل التابوت عنده وأطاع الكلمة كيف يتعامل الناس مع تابوت العهد، ما تأذاش. ويقول الكتاب وبارك الرب بيت عبيد أدوم في 3 شهور، البركة اللي بانت في حياته اتلاحظت من الجميع في 3 شهور، حتى ان الملك عرف، ملك في أورشليم في مسافة بين الحتة دي وأورشليم، ملك عرف ان الرب قد بارك بيت عبيد أدوم بسبب انه رحب برمز الرب، رحب بالتابوت ورمز الرب يسوع. لم يسر وراء المنطق البشري، مشي وراء اللي بيقوله الروح، واللي بيقوله الروح دايما لا يتعارض مع الحق اللي في الكتاب. وعنده سلام، ايه النتيجه؟ اتبارك. وايه النتيجه؟ هو بس اللي شاف البركه، الناس شافت البركه اللي حدثت لي. حينما ترفض ان تسير في ردود افعال بشريه وتصر ان تطيع الرب حتى لو طاعه الرب ضد المنطق، اؤكد لك ان تاييد الرب لك سيكون واضحا جدا لك ولمن حولك. هنا بقى في المزمور الثالث، مزمور لداود حينما هرب من وجه أبشالوم ابنه. ناس كتير من شعب الرب للأسف مشيت ورا المنطق بتاع البشري، إن أبشالوم بيعاملنا أحسن من داود، إن أبشالوم شباب أكتر من داود، إن أبشالوم بيسمعنا وداود ما بيسمعناش، مشي ورا المنطق البشري وكانوا في الواقع ماشيين ضد الرب. يا رب ما أكثر مضايقية، دي أول آية في مزمور 3، يعني كتير قوي اللي بيضايقوا داود، وكتير قوي بيقول أصل داود غلط، أصل داود دي نتيجة اللي عمله مش عارف مع مين، أصل داود كذا داود كذا، وكل كلماتهم لم تكن في مشيئة الرب. فداود يعمل إيه؟ يروح للرب يقول له يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون ما أكثر
وكثيرون ممكن في وقت تتعرض لكده. كل الناس تفهمك غلط، وكل الناس تتهمك، وكل الناس تسيء لي لك. انت ايه اللي تعمله؟ تروح للرب وتشوف اللي بيقولوه ده يتفق مع اللي عايز الرب يقول ولا لا، وتبقى امين وسيب نفسك للرب لكي لو عندك اخطاء الرب يصححها لك. يا رب ما اكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي وبيستخدموا اللغة الروحية. كتير الشيطان يتعب المؤمنين بلغة روحية من مؤمنين جسديين أو من خطاة يعرفون الكلمة، زي ما في آية تقول لك أحزنتم الصديق وأنا لم أحزنه، يعني تعبته زي أيوب مثلا، جاي يكلموا أيوب بالمنطق، واحد منهم بالمنطق واحد منهم بالخبرة واحد منهم حتى بالمنطق الروحي، إنما أمام الرب كانوا التلاتة دول برا مشيئة الرب بكل وضوح، رغم إنهم بيستخدموا المنطق وبيستخدموا الكلمة وبيستخدموا الفكر الروحي. وحتى إحنا أحيانا ناخد كلمات من التلاتة دول اللي قالوهم كأنها كلمة الرب، لأنها مجرد بس إنها مكتوبة في سفر أيوب، لكن هي متقالة من التلاتة دول. آه ممكن تبقى كلمة سليمة وآيات الكتاب الأخرى معاها، لكن ليس هذا وقتها. جرحوا داود جدا بكلام المنطق وبكلام التدين وبكلام روحي، والكتاب يقول غضب الرب عليهم. داود حصل له كده، وانت ممكن يحصل لك كده. اعمل ما فعله داود. ما اكثر مضايقي كثيرون قائمون علي. كثيرون، يبقى ما اكثر كثيرون وكثيرون تانيا، يعني ثلاث في ايتين كلمه كثيرون. يبقى ممكن يحصل في حياتك ضغوط كثيرة في وقت صغير، آه ممكن، لكن ثق في الرب إن مشيئة الرب ليك إنك تفشل، لا، مشيئة الرب ليك إنك تنجح، مشيئة الرب ليك إنك تبقى في مذلة، لا، مش عنوان المؤتمر الخدمة اللي في الروح في مجد، مشيئة الرب ليك إنك تبقى في مجد، مشيئة إبليس ليك إنك تبقى في فشل، ومشيئة إبليس الكبرى إنك تطلع بره مشيئة الرب بأي طريقة. اللغة الروحية أو الموجودة هنا، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. بنين ده على إيه؟ على أخطاء داود السابقة. بينما الرب مش كده، وبينما الرب مش بيعاقب داود في هذا الموقف، إنما التفكير بتاع الناس إحنا في مشيئة الرب، إحنا لازم نشيلك من الملك، إحنا لازم نطردك، ومشيئة الرب ليك إنك ما تبقاش ملك، أنت عملت كذا وكذا وكذا، ليس لك خلاص بإلهك. كثيرون، ومش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. الصديق الأقرب لي، أقرب صديق لداود، في اللحظة دي انحاز إلى الثورة المضادة ضد داود، انحاز إلى المعسكر بتاع ابن داود أبشالوم. صديقه الحكيم جدا اسمه أخيتوفل، ممكن يكون واحد من الكثيرون دول اللي اتصل بداود يقول له لا لا، جاك انت بتحصد ما زرعته، زرعت شوك وهتحصد شوك،
لما الشيطان يقول لك انت زرعت شوك تحصد شوك، ترد عليه تقول له انا مش لوحدي، انا مع الرب، والرب قادر ان يحول هذا الشوك الى بركات لحياتي. الرب وعدني وقال لي سلام لك، مغفوره لك خطايا، والرب على الصليب تحمل الشوك بدالي، مش لبس كليل شوك عشان انا ابقى مكلل. زي ما بيقول المزمور الشهير، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. الذي يغفر، الذي يغفر. طب ويغفر نتيجه الغفران ايه؟ الذي يشفي. طب نتيجة الغفران إيه؟ إنقاذ، يفدي من الحفرة حياتك. نتيجة الغفران إيه؟ شوك إكليل. الذي يكلل بالخير، يكلل إكليل يعني، يكلل بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. داود يؤمن بالرب وعليه علاقة مع الرب، راح باللي سمعه ده أمام الرب. أنا ملياش خلاص، المنطق بيقول آه ملكش خلاص، لأني اللي ضدك أضعاف، اللي أضعاف 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 أضعاف، وأتكلم معاه مجموعة قليلة اللي بقيت أمينة لحبها لداود إلى النهاية، وطلع وهرب قبل ما ابشالوم يدخل المدينه وحتى لما خد تابوت العهد معاه راح رجعه، قال لا رجعوه، انا يعني دي مشكله، انا الرب مكان التابوت مش هنا، مكان التابوت في الخيمه في اورشليم. بس شوف داود بيعمل ايه، لانك انت ممكن تتعرض لمثل هذه الاوقات الصعبه. المنطق الروحي الخاطئ ده، في منطق روحي انت عملت ابشالوم غلط، فعلا داود عامل ابشالوم غلط، انه كان اصول يحكم عليك كقاضي عادل، انت الملك، بس داود عشان بيحب ابشالوم عفى عنه ولا يجوز ان يعفو. غلط 100%، عاطفه مشيته. بنرفع ايدينا بس ونعلن ايماننا ان عواطفنا مش هتقودنا، مش محبتي لشخص، مش شفقتي على شخص. ما داود عمل كده لانه يحب ابشالوم جدا، كان ليه حب خاص عند داود. ما هو يستحق المحاكمه، انت اب لكن انت في نفس الوقت الملك من الرب، المسؤول عن إجراء العدل في البلد، لم يجري العدل مع أبشالوم. نتيجة خطأ داود ده تطورت الأمور، ولأنه لم يجري العدل مع أبشالوم تحول أبشالوم إلى عدو لي، ولم يقدر أن داود ما حكمهوش، لم يقدر، لأن في قوة شيطانية والناس ما قدروش، الناس مشيوا ورا المنطق، المنطق ان ابشالوم ده احسن واحد في الدنيا، ده المنطق البشري. المنطق الروحي داود يستحق انه يبقاش ملك، عمل كذا وكذا 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 واخطا في الامر، الخطيه اللي عملها مع بالشبع وأخطأ مع جزء. المنطق الروحي انت ملكش خلاص بإلهك، ده جاء وقت انك تجني الشوك اللي انت زرعته. منطق روحي بس خارج مشيئة الرب. لو كانوا زي ما قال الكتاب، لو وقفوا في مجلسي كانوا يعرفوا يتكلموا اللي انا عايز اوصله. نتيجة إن التلاتة اللي جم لأيوب ما عادوش مع الرب، جم بالدافع البشري، عايزين
ينقذوا أيوب وعايزين يتوبوه عن حاجة ما عملهاش، وابتدوا بالفكر البشري يقولوا أصل ده عامل خطية في الخفاء، إحنا نروح نبكته عشان يعترف بالخطية علشان يطلع من منطق روحي، بس منطق روحي فاسد مرة مشيئة، لأنهم ما عادوش مع الرب. لو قعدوا مع الرب كانت لغة التلاتة تتحول زي لغة الشخص الصغير في أصغر منهم اللي تكلم أخيرا. لم يجلسوا مع الرب. كثير الشيطان يستخدم اللغة الروحية بطريقة خبيثة جدا عشان يضعف معنوياتك، عشان يخليك تنتظر الشوك بدل ما تنتظر الرب اللي بيحول اللعنة إلى بركة، بدل ما تنتظر الرب اللي بيطلع من الجافي اللي انت عملته حلاوة، بدل ما تنتظر الرب تتوقع منه ان يحول الآكل اللي عملته ده حاجة تاكل في نفسيتك ومشاعرك وفي عيلتك بس انتظر الرب بإيمان ان يخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. ده المنطق الروحي الصح، ان بيحول اللعنة ما دام انت بعترف بخطئي وتايب عنه، بيحول اللعنة إلى بركة. قالوا لداود كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. ونرفع أيدينا بس في محضر الرب نعلن أني لن نقبل، مش في آية بتقول لا تقبل خبرا كاذبا، ارفع إيدك كده على لن تقبل أخبار كاذبة فيها منطق بشري أو منطق روحي، منطق يعتمد على الكلمة بس بطريقة فاسدة، بطريقة منحرفة. لن أقبل، كثيرون ما يبقوا كثيرون، لن أقبل. بصحى من النوم عندي أفكار كتير تقول يحصل لي كذا وكذا وكذا، وإبليس يفكرني مش عارف عملت إيه زمان وعملت إيه الشهر اللي فات وعملت إيه من ثلاث شهور. لن أقبل، أقبل أنا بقى أركع قدام الرب وأعترف، قلت أعترف للرب باسمي وأقول يا رب نجيني من نتائج أخطائي بعمل نعمتك حسب غنى نعمتك. ده اللي عمله داود. داود ما جاش وقال لنفسه أنا ما غلطتش، إنما في المزمور قال له ارحمني أنا بعتمد على رحمتك. وبالمناسبة بتسمعوني كتير أقول كلمة رحمة اللي بتيجي في اللغة في الكتاب المقدس في العهد القديم هي ترجمة لكلمة عبرية تعني مش الرحمة البسيطة يعني الشفقة، لا تعني المحبة، يعني عايز يقول له بمحبتك عاملني بحبك، عاملني بمحبتك الغافرة، عاملني بمحبتك اللي بتحول اللعنة إلى بركة، عاملني بحسب كثرة محبتك. رد وتلاقي كلمة سلاح في المزمور ده ثلاث مرات. فاكر مرة عملت عظة عن كلمة سلاح، لأن كلمة سلاح دي كلمة مهمة قوي قوي قوي، وعشان كده ما تلاقيهاش بس في سفر المزامير، تلاقيها كمان في سفر من أسفار الأنبياء الصغار، سفر حبقوق، كلمة مهمة قوي قوي قوي، وإلا ما كانش الروح القدس ذكرها كثيرا. وليها يقولوا كلمة سلاح دي معناها لحظة كده دقيقة الموسيقى تهدى فيها، المزامير بتتقلب الموسيقى والأصوات تقف ونتأمل في اللي قلناه عشان ما نبقاش كده ماشيين زي المكنة حافظين وبنقول. فترة كده دقيقة اتنين
ناس تهدى كده وتبتدي تفكر في اللي قالته. بيفكروا الناس وهي بترنم المزمور ده بعد داود، بتفكر داود بتفكر ايه، زي ما احنا فكرنا كده مع بعض. ان الضغوط على ذهنه كانت ضغوط ضخمه جدا، ما اكثر وبعدين كثيرون وقصيرون، واستخدامات للمنطق البشري. الحزب بتاع ابشالوم ضخم جدا جدا جدا، واللي مع داود قليلين قوي، واستخدام خاطئ للمنطق الروحي. سلاح. طب سلاح دي تفيدني في ايه؟ ان لا، انت مش اول واحد تضغط، ومش اول واحد تلاقي الناس مش مرحبة بيك. ده داود مر بكده، اللي جه منه ابن داود العظيم الرب يسوع. انت مش اول واحد الناس تشاور على اخطائك، انت مش اول واحد الناس قريبة منك قوي 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 تتخلى عنك. اخي توفل تخلى عن داود. انت مش اول واحد، ده سلاح بقى، تحصل هجمة عليه جوه العيلة من بيتك، هجمة وراء ابنك ابشالوم. انت مش اول واحد، دي سلاح دي. بس زي ما الرب انتصر او جعل داود ينتصر، الرب هيخليك تنتصر، وبيتك مش هيقع، واولادك مش هيضيعوا. بعد السلاح الأولى نقرأ آية 3. أما أنت يا رب، تعلم أن تتحول عن الواقع إلى الرب الذي يحبك بلا حدود. الرب بيحبك جدا جدا جدا، مهما كانت أخطاء الماضي، مهما كانت أخطاء اليوم، مهما كان ظروفك، الرب بيحبك جدا جدا جدا. داود غلط وشاول غلط، الملك اللي قبله، في فرق بين الاثنين. داود غلط بس يعرف الرب، داود غلط بس عارف حب الرب وعارف رحمة الرب وعايز يخضع للي بيعمله الرب في حياته لتنقيته لكي لا يعود إلى الخطأ من جديد. قابل الرب، يعرف الرب. شاول ما يعرفش، شاول ماشي مصلحتي فين، ازاي ابقى قدام الناس شكلي كويس. ده شاول كان دائما يفكر هكذا، ولما حس انه هو هيدخل معركه وممكن يهرب منها وجايين يعملوا ملك، راح اختبأ بين الامتعه، مش عايز ابقى ملك وعرض نفسي لكذا وكذا وكذا. لا، مش مهم، الرب عايزني. ودوروا عليه وجابوه، لكن بقي شخص بيعمل دور من الرب بس محوره نفسه مشغول، التفكير بتاعه انا مش الرب. عشان كده في فرق ضخم، رغم ان الاثنين غلطوا، وربما الخطا اللي ارتكبه داود اصعب بكثير، لان يعني داود كان اختبر الرب بقى بصوره واضحه وهو بيغلب جليات. انما في فرق، ان واحد بيبقى عارف يسوع، دي اسمن شيء في حياتك، تبقى عارف الرب، صديقك الالزق من الاخ، اللي تقول دايما عايز اعرفك اكتر، لاعرفه وقوه قيامته، عايز اعرف الرب، انمو في معرفه الرب، عايز اختبر قعده حلوه معاه زي ما مريم قعدت عند رجليه، وبعدين حب الرب ملاها فجابت قاروره طيب وملتها بطيب غالي، بتحب الرب. احنا كتير ممكن نحب الخدمه
وده حلو، بس حب الرب، تخدم عشان بتحب الرب مش عشان اي حاجه تانيه. وشوف قلبك ايه الدافع، لو انت ليك دور في عمل الرب ايه الدافع بتاعك، حب الرب ولا في تقول اصل محتاجين اصل كده؟ لا، بص داود للرب وقال له اما انت يا رب. كلمه يا رب على فكره كلمه هامه جدا جدا جدا، لانها تعني انه شايف الرب مرتبط معاه بعلاقه. هي كلمه رب يهوى تيجي كده، مرتبط معاه بعهد. اما انت يا رب فترسن لي. والترس في ذلك الوقت سلاح هام للحماية، وأعتقد أن الكلمة العبرية يعني بدوروا بعد كده شوفوها تعني الترس بيحمي من كل الاتجاهات. وأحيانا الجنود كانوا يقعدوا في حتة كده ويعملوا يزرعوا كده زي تروس حواليهم حماية. فعايز يقول له يا رب أنت حمايتي من كل جهة، حمايتي من نتائج أخطائي، حماية من طمع ابني، حماية من ذكاء الذكاء الخارق لأخي توفل صديقي اللي انقلب علي. أنت حماية، مش مهم المنطق بيقول إيه. أما شوف كلمة أما دي قوية قوي، أما أنت يا رب فترسن لي. فكركم بالكلمات العظيمة جدا اللي بنقراها في سفر التكوين أصحاح 15. تذكرت الآن هذه الكلمات. بعد هذه الأمور سال كلام الرب إلى إبرام، لا تخف يا إبرام. خايف من إيه؟ إن الملوك اللي انتصرت عليهم بجيش صغير هيرجعوا بقى ينتقموا. خايف من نتائج معركة انتهت. أحيانا الإنسان يخاف من النتائج، موضوع عدى والرب انتصر، يجي الشيطان بقى يحاربك من توابع الزلزال اللي حدث. إبراهيم تعرض لهذا، إنه في حرب على ذهنه، وأيضا مرة أخرى أيضا حرب تعتمد على المنطق التفكير، إن أنت انتصرت وحررت كل الغنائم اللي خدوها، اللي كان ضمنهم لوط قريبك وعيلته، عملت كل ده بالمجموعه الصغيره بتاعتك. طيب هيجي الشيطان يقول له طب هم هيسكتوا لك يعني؟ هيرجعوا ينتقموا منك. هنا بقى الرب يجيبك تحضر اجتماع زي ده عشان يقول لك ما تخافش، دايما كنت معاك في الماضي انا معاك الان. ونبص للرب ونقول له نعم انت هو امسا واليوم والى الابد، الذي انقذنا، الذي نجانا من موت مثل هذا. مثل هذا يعني موت 100%. منطق يقول بولس هيموت، هيذبحوه. الذي أنقذنا من موت مثل هذا، وبعدين يقول إيه؟ وهو ينقذنا، ولنا ثقة، لنا توقع أنه سينقذنا أيضا في المستقبل. هو أمسا واليوم وإلى الأبد. فرصة في المؤتمر تشكر الرب من أجل اختبارات حقيقية حصلت معاك فيها إنقاذ، إنقاذ من تجربة، إنقاذ من خطية، إنقاذ
من خطر على صحتك، إنقاذ من مخاطر مالية، إنقاذ حصل لحد من أولادك، حد كنت بتصلي من أجله. أشكر الرب إنه كما أنقص ينقذ. جاء الرب لإبرام وقال له إيه؟ أنا حمايتك، أنا ترس لك. وبيقول له مكافئتك كثيرة جدا، لكن الترجمة أدق، أنا مكافأتك. أنا يعني أميل للترجمة دي. هنا اللي قدامنا بالعربي أجرك كثير جدا، في ترجمات وأعتقد هي الأدق، أنا أجرك، أنا مكافأتك. رب نفسه هو المكافأة، تمتع بالرب هو المكافأة، خدمة الرب هي المكافأة. أنا ترس لك. أما أنت يا رب، بعد ما قال سلاه الناس وهي بترنم المزمور اللي قاله داود ده، أما أنت يا رب فترس لي. بعدين يقول الكلمة العظيمة جدا لها علاقة بالمؤتمر بتاعنا، مجدي فيش خزي. مش هيجي لك خزي يا داود بسبب انه بيقولوا عليك عملت كذا وكذا وكذا. مش هيجي لك خزي لما يقولوا عليك ابنك مش عارف عمل كذا وكذا. مش هيجي لك خزي انهم يقولوا انك انت اتغلبت في المعركه وهربت حافي القدمين. ومش هيجي لك خزي. ليه؟ لان انا بقصص الرب. مش هيجي لي خزي، ما الرب مجدي. اما انت يا رب فترسل لي، انت تحميني وكمان مجدي. مجدي نرفع ايدينا كده نعلن ان احنا مش للفشل، ان احنا مش للخزي ايا كان الماضي، ان الشكايات بتاعت الناس اللي ضدنا وشكايات ابليس تكون كالعدم، تكون كلا شيء. بص للرب وقول له انت مجدي. خلاص، حينما تقول للرب بايمان إن الرب مجدك، لما تقول ده بإيمان، روح المجد الروح القدس يشعرك بأنك مش للفشل، مش للخزي أيا كان ما حدث. في شكايات كانت ضد داود، ستبطل الشكايات. في اتهامات بتعتمد على جزء صادق، ستبطل هذه الاتهامات. أما أنت يا رب فترسن لي، مجدي ورافع. رافع رأسي يعني مش هتنحني، لن ننحني. وأي انحناء فينا، قصة المرأة المنحنية رسالة لنا. بناتي إلى الرب في محضره، والرب يحط إيديه علينا ويقول أنت محلول من ضعفك، في الحال استقامت واختفى الانحناء. الرب يحررك من أي إحساس بالفشل، أي إحساس بالخزي، وأي إحساس بصغر النفس، وأي إحساس بأنك مش محبوب مثلا، وأي إحساس بأنك مرفوض، وأي إحساس أنك أنت مش زي فلان ومش زي فلانة. إيه دول؟ حياتهم حلوة وبسيطة. رب يحررك من هذه الأفكار وتبص للرب، والرب يقول لك تكفيك نعمتي. وعشان كده أساف بعد ما كان بيقارن نفسه بالناس ويتعب قوي، تعب
تعب وجواه كلام صعب، ولولا مخافة الرب كان هيشارك الناس بالكلام الصعب اللي جواه. لا لا مش بخاف عليهم، لأنه عنده علاقة مع الرب. قعد تعبان تعبان لحد ما قعد مع الرب، يقول لك حتى دخلت مقادس العلي، وبعدين طلعت من قعدتي مع الرب وقلت ايه؟ معك لا اريد شيئا. مش مهم، كفاية انت في حياتي، انت عايزني ارنم هرنم، انت عايزني ابقى بعاون هعاون، انت عايزني يا رب انتظر انتظر، معك لا اريد شيئا. طب ازاي قدر اساف يقول كده وهو اللي كان تعبان جدا؟ عشان قعد مع الرب. ازاي انت تطلع من تعب ذهني وتفكير وكلام صعب، ودول اصلهم ما بيحبوكش، دول مش عارف كذا، ودي حاجات بنتعرض ليها في الشغل بتاعنا في شغلك، وقد تتعرض لها من اصدقائك، وقد تتعرض لها في مكان العباده في الكنيسه، قد تتعرض لكل هذا. بس قعدتك مع الرب ده الاساس، ده كل حاجه. الرب في قعدتك مع الرب هتطلع تقول يا رب انا مش عايز اي حاجه، مشيئتي ان افعل مشيئتك، مشيئتي ايه؟ ان انا اعمل مشيئتك لا اكتر ولا. الناس مش عايزيني اعمل مشيئتك، انت قادر ان تتحكم في الظروف وفي الناس وفي الاحداث من اجل ان انا احقق مشيئتك. انت قادر انك تفتح البيبان اللي اتقفلت بسبب اخطائي، انت قادر. وانا بحبك يا رب، مش عايز اطلع بره مشيئتك ابدا. وقال له أما أنت يا رب فترس لي. ترس هو الحماية، سلاح الحماية، أنت اللي بتحميني من نتائج أخطائي، نعم، من أفكار الناس، نعم، من خطط إبليس، نعم، من الأرواح الشريرة، نعم نعم، أنت اللي تحميني من نفسي، نعم. أما أنت يا رب فترسل لي. عشان كده أقول إن أنا مش للفشل، أنا للمجد، مجدي ورافع ورافع ورافع، مجد رافع رأسي. بنفكر بعض وهنا برضو في سلاح. فكر كده وقول لنفسك انا مش لصغر النفس، انا مش اشفق على نفسي، انا للرب. فكر اما انت يا رب فترس لي مجدي ورافع ورافع راسي. وبعدين كلمة سلاح، في الفقرة الأولى الظروف الضاغطة، وبعدها سلاح. في الفقرة الثانية الثقة في الرب، أعلن إيمانه في محضر الرب، أنت الترس، أنت المجد بتاعي، أنت رافع رأسي. وبعدين أصلي بقى بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني، إله يستجيب الصلاة
بس الصلاة أتت يعني في مبدأ روحي في الصلاة. أول حاجة في الصلاة إلقي همك على الرب، لأن الهم عكس الإيمان، مهموم موجوع مش عارف إيه، تعال للرب أولا وإلقي همك، إلقي على الرب همك وسهل، لأن الروح القدس هيساعدك. عشان كده الكلمة في العبري دحرك، يعني حاجة بتدحركها يبقى في حاجة سهل إنها تمشي. كتير من الصلوات بتبقى خالية من الإيمان، ليه؟ لأن فيها هم. عشان كده في مؤتمر زي ده في أوقات ضيعش أوقاتك، الحياة الاجتماعية ليها أوقات تانية والرب مش يحرمك منها، لكن في الوقت ده، ده وقت ثمين، ممكن تعمل اجتماع صلاة مع الناس القريبة منك، عايزين نقلة في حياتنا أكتر، ممكن تصلي لوحدك، وممكن لوحدك بقى تلقي تطلع الهم اللي جواك، انا خايف من كذا وخايف من كذا ومش عارف يحصل ايه بكره، تكلم الرب تفضفض عشان الهم يسيبك. ولما الهم يسيبك تعرف تصلي بايمان. بصوتي الى الرب، يعني هو بدا بالايمان تخلص من الهم. أما أنت يا رب فأنت الحماية، مش مهم فلان ضدي ولا رئيسي في العمل ضدي ولا عايزين يعملوا لي كذا ولا عايزين يوقعوني في غلط ولا عايزين يتصيدوا أخطائي، بس الرب ينجيك من فخ الصياد. ده بقى تحرر من إرقاء الهم، و زي ما ينجيك من المرض ينجيك من فخ الصياد اللي بيتصيدك ويتصيد أخطاءك عشان ينشرها. لما أعلن إيمانه قدر يصلي ويقول بصوتي، يعني آية 4 تالية لآية 3، بصوتي إلى الرب أصرخ. صلي بعد ما تعلن إيمانك، ويبقى مش جواك القلق والهم، يبقى جواك الثقة في الرب. صلي وانت فرحان بأن الرب يسمعك، صلي وانت متأكد أن الرب يعمل المعجزات من أجلك، صانع العظائم صانع العجائب. صلي وانت متأكد أن الرب من أجلك ينقل جبال. صلي وانت واثق ان الرب بيقول لك صرت عزيزا في عيني مكرما، الرب بيقول لك كده وانا قد احببت. ما صليش بطلباتك وانت مهموم، طلع الهم بتاعك اولا. دموع تطلع كتير زي حزقية لما ابتدى يصلي من أجل الشفاء، بكى طلع التعب جواه أمام الرب. لا تبكي أمام الناس، ابكي أمام الرب، طلع الهم، وحينئذ تستطيع أن تصلي بثقة وتقول كلمات الإيمان، بدل ما تقول دول تعبني دول مش عارف عاملين ايه. في الصلاة بقى رميت الهم، هتقدر تقول الرب يتحكم في دول اللي تعبني، هيبقوا بركة لي. وتبتدي تصلي بقى معتمدا على وعود الرب انه بيجعل كل الاشياء تعمل معا لخير. كل الاشياء كل الاشياء تشتغل مع بعض لخيرك انت، بس في شرط ايه؟ عينيك على الرب زي
ما كانت عينين داود على الرب. أما أنت يا رب، أما أنت يعني ده حاجة وأنا معاك حاجة تانية. العلاقة الشخصية مع الرب هي مفتاح حياة المجد. العلاقة الشخصية، مش مهم إيه اللي بيحصل، مش مهم أنا غلطت في إيه، مش مهم الناس بيقولوا إيه، المهم أنا عارف الرب، إني عالم بمن آمن. أي عظيمة. دايما الوعاظ يقولوا خلي بالك، وما قالش أنا عارف بما آمنت، يعني عارف الإيمان، أنا عارف مش بما، بمن. ولا خلي بالك هو بيقول أنا عالم بمن، بمن. الموضوع موقفش بمجرد أن أنا سلمت حياتي للرب واسمي اتكتب في سفر الحياة، ولا أن أنا بقيت خادم للرب، لا لا، ده بداية. امال ايه علاقتي معاه؟ علاقتي اشبع اذا استيقظت بشبهك. علاقتي مع الرب علاقة شخصية. عشان كده ليه بولس في السجن ما عندوش خزي، رغم انه متهم. الناس بيقولوا عليه السجن، وطبعا اليهود بيقولوا ده عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، ده طعن موسى، ده مش عارف عمل ايه، كلام 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 انتشر. انما بسبب العلاقه اللي بينه وبين الرب، الظروف كانت بحسب المنطق بالنسبه لبولس سيئه جدا، مسجون. لكن بسبب علاقته مع الرب، أفكركم بالكلمات العظيمة جدا اللي قالها صادقا، صادقا، لأن حياته قالت كده أنه كان صادق لما قال الكلام ده، اللي قالها في رسالة فيليبي. بصوا على رسالة فيليبي، و كلام عظيم. يقوله هنا حسب انتظاري، ركز بس على آية 20، ورجائي أني لا أخزى. ده في السجن في ظروف صعبة، في شيء، فيش خزي. رب مجدي ورافع رأسي. الظروف عايزة رأسي تنزل لتحت، لا. أخطائي عايزة رأسي تنزل لتحت، لا. إبليس عايزني أشفق على نفسي، لا. عند الرب بعلاقتي معاه الحقيقية. يقول كده الرسول بولس وهو في السجن، حسب انتظاري منتظر الرب انه يمشيني في مشيئته، حسب انتظاري ورجائي متأكد اني لا اخزى في شيء واحد. الان يتعظم المسيح في جسدي. وبعدين تشوف علاقته مع الرب، لأعرفه. آية 10، وانت معرفتش، مش انت بتقول ان عالم بمن امنت؟ هعرف الرب اكتر، هشوفه اكتر، هلتصق بيه، هيبقى هو صديق زي ما كان زمان رقم واحد. اختبر القعده الحلوه اللي معاه اللي غيرت حياتي.
أحيانا النشاط في الكنيسة والخدمة تبقى على حساب ده. رجاء انتبه، أهم حاجة في حياتي علاقتي بيسوع، أهم حاجة في حياتي نقول له أنت، وليس ما أعمله وليس حتى الخدمة، أنت مجدي، أنت أنت أنت، ورافع رأسي. ودائما أيها الأحباء الروح القدس دائما ينسيك نفسك ويخليك باصص الرب. ذاك يمجدني، احد الدلائل ان الحركه بتاعتك انها وراها الروح القدس مش طاقه نفسانيه، انها دائما عايزه تمجد الرب باي طريقه. يعني في ناس كانوا بيغيظوا بولس وهو في سجن فيليبي، بايه؟ بانهم يخدموا، عشان يقولوا له انت في السجن احنا مش في السجن، انت مش قادر تخدم احنا بنخدم، انت مش هتجيب نفوس احنا هنجيب نفوس، حاجه شخصيه بينهم وبينه. ومعروف ان المؤمنين اللي كانوا في اورشليم ما كانوش يطيقوا بولس في حلقة، بس هو أهم حاجة أنا بتعلم منه هو الرياكشن بتاعه إيه. قال لا، مش هو بيخدمه، مش بيوصلوا الحق للناس، مش لازم أنا اللي أوصل الحق، هما بيوصلوا له ضدي اللي بيعملوا ده عشان يغزوني، مش مهم، أنا يهمني إن ناس كتير تسمع كلمة الرب وناس كتير تعرف يسوع. وقال هذه العبارة العظيمة جدا في آية 18، فماذا غير أنه على كل وجه، سواء كان بعلة أم بحق. بعلة يعني في دافع جواهم وحش بيكرزوا عشان يغيظوا بولس، بس بيقولوا الصح، والرب بيستخدم اللي بيقولوه. رب آه، رب ممكن يستخدم أي حد، استخدم شمشون مثلا، وكان شمشون في ذلك الوقت مستسلما للشهوة، رب يستخدم أي حد. ومش معنى أن الرب بيستخدمك أنك مش محتاج تقعد مع الرب لكي تتنقى. الرب يستخدم الحمارة بتاعت في قصة بلعام، الرب يستخدم أي حد، مش دليل، إنما الدليل أنت وعلاقتك في المخدع مع الرب. شوفوا في بولس يقول إيه، سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح، رغم أنه بيخدمه برا السجن، المجموعة دي ظنين، ده في آية كام 16، أنهم يضيفون إلى قيودي ضيقة، فاكرين أن أنا هتضايق، بيخدمه عشان يضايقوني، يعني بدل ما يبقى في سلسله في ايدي هم عايزين السلسله دي تبقى جوه نفسي كمان واتضايق. هم فاكرين كده، لكن الواقع غير انه، فماذا غير انه على كل وجه سواء كان بعله ام بحق ينادى بالمسيح. ايه بهذا؟ انا افرح. شوف رد فعله ازاي، جاب الرد فعل العجيب ده. الناس بتخدم عشان تضايقك يا بولس، ازاي انت فرحان؟ الاجابه لاعرفه، العلاقه الشخصيه مع الرب. ماذا عن علاقتك الشخصيه مع الرب؟ ماذا عن قعدتك مع الرب والكتاب؟ ماذا عن حبك للرب يسوع؟ هل الروح القدس بيزود إحساسك بمحبة يسوع ليك؟ زي ما رسالة روميا بتقول أن محبة الله انسكبت في قلوبنا، يعني حسيت بيها بالروح القدس. هل الروح القدس بيزودك كل يوم إحساس أن الرب بيحبك؟
وين عايزك تنمو في العلاقة معاه وتتغير شوية شوية إلى صورته زي ما بيقول هنا في الكلمة. حسب انتظاري ورجائي أني لا أخذ في شيء. هني بالآية العظيمة في رسالة كورنثوس الثانية ليكن لا ده الآية لأعرفه بدل لأخدمه خليها لأعرفه. عشان كل ما تعرف الرب هتخدم في مشيئة الرب مش هتخدم في مشيئة الناس مش هتتحرك بردود الأفعال مش هتتحرك بالفكر البشري. كل ما تعرف الرب يسوع هتعرف أني عشان تجيب ثمر لازم تموت تموت عن ذاتك. طب ازاي ده في وحدتك مع الرب ده درس يتعمق فينا إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت أنت ميت في رد فعلك ده أجبني مش أنا اللي بسأل ده الروح يسأل أنت ميت ولا ذاتك اتجرحت وعايز بقى. إن لم تقع حبة الحنطة ودي من أكتر آيات ربما يعني من الآيات المؤثرة اللي أنا أثرت فيها عبر سنين. إن لم تقع حبة الحنطة وتموت تبقى وحدها. مش أنت بتخدم عشان ما تبقاش لوحدك علشان خدمتك تساهم في إن ناس كتير تبقى معاك بتعبد الرب. أنت بتخدم ليه؟ إيه الهدف؟ تقول عشان الرب دعاني. هايل. بس لما الرب دعبه والزبولس قال انا عبد المسيح ماليش العبد ده يعني واحد ميت يعني ايه في ذلك الوقت العبد كان زيه زي اي حاجه بيحطوها في البيت كرسي مثلا ليست له اراده على الاطلاق. العبد ملك سيده. تقول يسوع دعاني طيب كويس ما دعا بولس بس بولس قال ايه بولس عبد ليسوع المسيح. إن لم تقع حبة الحنطة حبة القمح في الأرض وتموت. أنا صغير حبة صغيرة مش هتشوفوا حاجة إنما لما أتصلب لما أموت إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت تبقى وحدها حاجة صغيرة كده لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. درس الموت تقعد مع الرب وتقول أعرفه أعرفك يا رب مع المسيح صلبت علاقة شخصية فأحيا لا أنا لا للأنا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في لأعرفه أكثر وأكثر. معرفة الرب يسوع تقدر تخليك في أي ظرف تقول أما أنت يا رب فترس لي أنا مش هفشل أنا مش هيبقى في خزي في حياتي أنا مش هيبقى في عار في حياتي مش عار الشعوب الخطية بس دمك طهرني الذي غسلنا من خطايانا بدمه السمين
وجعلنا ملوكا وكهنة. غمض عينك كده وقول نعم نعم. لن تقدر أن تعيش درس الموت بدون علاقة حقيقية مع الرب. هختم بالآية اللي اتخذ في الجزء اللي اتخذ منه شعار هذا المؤتمر. وطبعا دايما أقول كده عظات المؤتمرات زي عظات الاجتماعات، لأن المؤتمرات تعتبر زمان كنت أقول كده المؤتمرات زي بيبان، الاجتماعات العادية مش بيبان، طريق يعني ماشي في السكة كده كل شيء بتتقدم، دي الحياة العادية الروحية، اجتماع ورا اجتماع ورا اجتماع كل أسبوع، اجتماع صلاة بنتقدم. إنما رؤيتي ولن تبقى نشترك معا، مش رؤيتي أنا، رؤيتنا لأي مؤتمر بنجتمع فيه إن ده باب بقى، باب يعني نقلة، كنت في طريق واتفتح الباب بوابة زي اللي يفتحوها للعربيات عشان تمشي فيها، دخلت في طريق جديد. هذا المؤتمر واحد من بيبان يعمل نقلة، مش تدريجية، لا يعمل نقلة من طريق إلى طريق أعظم. وعظات المؤتمرات دايما تسمعوا التنبيه ده، انشغل بيها على الأقل لمدة أسبوع. وأحيانا المؤمنين يحضروا اجتماعات كتير ويسمعوا عظات كتير ونموهم بطيء. ليه؟ لأنه بيسمع وعظة وخلاص طلع من الكنيسة خلاص، مع الليل يكون نسي. انت مش هقولك انشغل اليوم، لا انشغل لمدة اسبوع بالكلام اللي في العظة الرب كلمك بيه، وقول للرب كده لا انسى كلامك، حط ايدك كده على ذهنك يعني زي بروفاتيك اكت كده، تحط ايدك على ذهنك كده وتعلن ايمانك، ذهني لن ينسى الكلام اللي الرب بيقوله لي. الروح القدس هيشتغل في خلايا مخي ويذكرني بكل اللي الرب قاله لي في اجتماعات المؤتمر. واحد يقول لي أنا ذاكرتي ضعيفة، بس الروح القدس ذاكرته كاملة مش بس قوية. هو أنت لوحدك؟ مش أنت مؤمن إن فيك الروح وبتطلب إنك تمتلئ بالروح؟ صدق إن الروح يذكرك الروح القدس بالآيات في وقت تجربة، معرض لإغراء، معرض لشدة، تبقى عندك روح يصحصحك ويفكرك بآية، يفكرك بكلمة سمعتها في اجتماع، يذكركم بكل ما قلته لكم لمدة أسبوع. احنا مش جايين هنا صدفة ولا جايين نسلم على بعض، ده مش مجال المؤتمر، ليس مجال ان انا جاي مؤتمر عشان اسلم على الناس. انا ممكن اسلم عليهم في اي حتة تانية، قبل المؤتمر أنا جاي مؤتمر عشان الرب يعمل نقلة في حياتي، جاي المؤتمر عشان أشوف خدمة الروح اللي في المجد دي أعملها إزاي وأمشي إزاي، جاي في المؤتمر عشان الرب يكلمني وينقيني في اجتماعات المؤتمر ويصحح تفكيري ويصحح اتجاهاتي ويعالج. جاي المؤتمر كمان عشان امتلئ بالروح، عشان بحب يسوع، عايز اخدم الرب، بس عشان بحب يسوع. ان لم تقع القمحة دي حبة القمح في الارض وتموت تبقى وحدها.
هختم بالآية الشهيرة قوي من الآيات المعروفة، هو من الأصحاح الثالث اللي فيها كيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد. خدمة الروح في مجد، دي آية رقم 8. احنا بقى نختم العظة دي بآية رقم 18. ونحن جميعا ناظرين ونحن جميعا ناظرين مجد الرب. ما فيش إعاقات، لا، نتغير إلى تلك الصورة، صورة الرب عينها، من مجد إلى مجد، كما من الرب الروح. وأحيانا تلاقوها في الترجمات كما من روح الرب، يعني روح الرب أو الروح القدس. وانت باصص للرب كده في الاجتماعات ومشغول بيه، يعمل نقلة في حياتك، نتيجة. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب نتغير من مجد إلى مجد، علمت أني لن أخزى في شيء، وتمتع بالمجد بقى. والمجد ببساطة أمور عظيمة يعملها الرب معك، وتغيرات عظيمة تشهد للرب تحدث في حياتك، وبركات غير عادية، مجد. يبقى عندك فرح من الرب ضخم، مجد. يبقى عندك تمييز للأمور، عطاهولك الروح القدس، مجد. يبقى عندك إحساس بأنك أنت من أولاد الله، ملك في المسيح، مؤثر في الأحداث في المسيح، مجد. عطايا الرب بلا حدود، مجد. الرب بيستعلن في حياتك وفي خدمتك بصورة تدي المجد لي. تقول أنا برضو من مجد إلى، ونغمض عينينا كده ونقول يا رب كل عوامل ضعف خزي، يعني كل عامل خزي فينا تخلصنا منها، أما أنت يا رب فترس لي، أنت مجدي ورافع رأسي. قول للرب كده، لا تسمح للمنطق البشري أن يعطل علاقتي بك، أو أن يخرجني خارج إرادتك ومشيئتك. لا تسمح لأي منطق روحي غلط، زي أصحاب أيوب، أن يخرجني خارج مشيئتك. لا تسمح. أريد أن أكون دائماً ما بعملش ردود أفعال، أريد أن أكون دائماً مقاداً بالروح القدس، روح المجد، عشان كل حياتي تجيب المجد ليك، وأنا أتغير من مجد إلى مجد. شوف الرب خادم، شوف الرب تغيب، شوف مجد حينما يستخدمك الرب وأنت شايف نفسك صفر. مجد النعمة حسب غنى النعمة.
ليملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. مجد إن الرب يسدد كل احتياجاتي بمعجزات. مجد بس في نمو من مجد إلى مجد. ليه؟ عشان أنا عيني على الرب، عشان هدفي إني أشبع قلب الرب بطاعتي بتكريسي بحبي، عشان بشوف الرب النتيجة إن أنا أتغير من مجد إلى مجد. يا رب ألمس كل شخص بيسمع هذه الكلمة، أنت تحرر من الهم وتتحرر من الخوف وتتحرر من الألم. وانت تدينا انتصار على كل نتائج خطايا فعلناها في الحاضر او في الماضي. وانت يا رب تجعلنا نستمر حقيقيين ليك، حقيقيين لا نكون ابدا متدينين. انت يا رب تسير امامي والهضاب تمهد، أنت ترسي مجدي مجدي ورافع رأسي. علمت أنني لن أخزى، فيش خزي في حياتي، والذين نظروا إليه نوروا ووجوههم لم تعكر، فيش خزي. شفاء لأي مشاعر مجروحة في وسطينا، شفاء من أي إحساس بالإحباط، شفاء من أي إحساس بالفشل والرب ينقينا من أي اتجاهات فيها أنانية أو أي اتجاهات فيها خوف أو أي اتجاهات فيها لوم، لوم بالظروف، لهم للآخرين. وتقول كده الآن يرتفع رأسي، هللويا، على أعدائي حولي. ولا تنسى أن أكبر عدو ليك والأنا الذات، عشان كده أقول مع المسيح صلبت، أحيا لا أنا، لا أنا. ردت كلمة وانت بسمعني وقت لا أنا كتير، لا أنا، لا أنا، بل المسيح يحيى، يحيى فيا. نقف جميعا الآن في محضر الرب. نختم مع بعض
يا خالق الأكوان والناس. هللويا لاسم يسوع. واللي ينظر لك يستنير ومش بيكون خجلان. هللويا لاسم يسوع. امين. الاجتماع انتهى. الاجتماع الجاي 6:30. 6:30. ما املهم.